اضطربت عاصفة ثلجية قوية شمال اليابان تسببت في إلغاء مئات الرحلات الجوية والبرية في جزيرة هوكايدو التي شهدت تساقط كميات كبيرة من الثلوج. وقد دعت السلطات السكان الذين يقطنون في المناطق الساحلية في الجزيرة إلى إخلاء منازلهم، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار العاصفة في المنطقة حتى يوم غد الأربعاء، محذرة من إمكانية حدوث انهيارات ثلجية وهبوب رياح عاتية وارتفاع الأمواج وتعطيل حركة المرور.